وأهدى الروح من دعوات أمي فكان دعاؤها للروح طبا. والآن مع فقرة التربية النبوية تقدمها مجموعة من براعة معهد إقرأ. قل لماما أمي أمي لن نبني اليوم قصرا في الجنة. أمي أمي لن نبني اليوم قصرا في الجنة. بعد المعاناة الشديدة التي تعاني منها منطقة ريف إدلب الغربي من تهجير ودمار وقصف عشوائي، وبعد موجة النزوح القسري التي حصلت لأهلنا من مدينة حلب، قامت منظمة نودي سيريا ممثلة بالمكتب الإغاثي والأستاذ وائل إبراهيم مدير المكتب الداخل ومعهد إقرأ بتشكيل مع عرض مسرحي للأطفال يحكي بشكل أساسي عن أوضاع البلاد وأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب في هذه الظروف الصعبة. وحتى موتنا هو حب الوطن، هذه الأرض التي حضرتنا بحنان ترابها وجمال طبيعتها، فمهما ابتعدنا عنها تبقى قلوبنا ترفرف بحبها. والآن مع مشهد أولاد الشهيد في أرض سوريا الحبيبة مع أنشود سلام عليكم. حجر ورق بالقص، حجر ورق بالقص. بابا اليوم كان مبسوط مني، حضرني قبل ما يطلع الشغل وضمني كتير كتير. أنا كمان غطاني أنا وإخواتي ودعانا وقال الله يبعث لكم أيام حلوة يا رب. شايفين بابا قديش بحبنا نشتغل من شغلنا؟ الله يحميك يا بابا، الله يحميك يا بابا، الله يخلينا إياك يا بابا. سامعي صوت القصف؟ يا لطيف يا لطيف، بابا من الشغل يا رب تحميك. الشهيد عن معاناة أطفال سوريا، إنه عن الأيتام كيف بيعيشوا. أنا قدمت هالفقرة لحتى فرجي كل الناس شو عم يصير فينا وعحالة النزوح يلي عم تصير معنا، وأرجي كل العالم يلي برا شو عم يصير فينا. دم هذا تسيل به الوضاح، وآلام تضج بها انتراح، وأعراض أعز من الثريا أمام عيون حاميها تباح. وطفل صاح قبل الذبح صوتا أغيثوني فتسكته الصفاح. وأم قطعت وأب تلاشت بقاياه، وهدم واجتياح. تمادى المجرم السفاح قتلا وبطشا لا يرد له جناح. فهل يا عصبة الإنسان شجب يداوينا ورأي واقتراح؟ وهل يا عرب طاب لكم وساد وشام العز تنهشها الرماح؟ إذا قمتم فنخوتكم كلام، وإن سرتم فتحوا
نحو، فليس الحق يوصر بالتمني، وليس الظلم بالشكوى يزاح. ترون حلب، ترون حلبة حشوها العوادي، وكل حرامها كلأ مباح. وما في العرب معتصم يلبي، ولا في المسلمين يرى صلاح. إذا ابن العلقمي، إذا ابن العلقمي غدا سباها، لرافضة المجوس فلا فلاح. ولن يبقى لهذا الدين حصن، ومكة والمدينة تستباح. حمى التوحيد، حمى التوحيد أمنعها ملالا، سيغزو أرضها الكفر البواح. ستهوي في مذلة بعد عز، ويغشاها التمتع والسفاح. وحول البيت، وحول البيت أطهر ما عليها، جميع مفاسد الدنيا تباح. مآذنها، مآذنها ستبكي كل آن، كذا ساحاته البيض الفساح. فلا علم العقيدة سوف يتلى، ولا آي الكتاب ولا الصحاح. ولكن، ولكن بدعة في كل ركن، ولطف أو نحيب أو رواح. يدنس روضة المختار رجز، وتعلو المنبر العجم الفصاح. وعند القبر، وعند القبر يلعن صاحباه، وتقذف زوجتاه ولا جناح. من الله وين تروح؟ يا أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، أكل وتشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. إحنا أطفال الشام، شوفوا شو صاير فينا، أكل وتشريد وخوف، رعب مسيطر علينا. أحلام الطفولة فينا لسه ما كبرت معنا، اللي ظالم هالشعب شعب منا لا تقتلنا. أحلام الطفولة فينا لسه ما كبرت معنا، اللي ظالم هالشعب شعب منا لا تقتلنا، شعب منا لا تقتلنا. كلمات الشكر والعرفان والحب والوفاء لك يا جسرنا الحبيبة. والختام مع كلمات تقدمها فتاة جسرية من سوريا الأبية، زينة مرمور، فلتتفضل. أنا بنت جسرية سورية، رح أشرح أكثر عن الهوية. خليت ببلد حلوة كتير وبحارة شعبية، ديني هو الإسلام والقناعة والحرية، ديني هو الإسلام والقناعة والحرية. وبديني مفتخر كتير مو شوية، وشموخنا عالية مو محنية. وشو ما صار بهالكم سنة اللي هي، ما رح